اهلا صباحكم بربحكم. اهلا بك. وشراكي لاباس؟ الحمد لله. وانت اليوم راح تدينا شاف؟ اليوم راح نديكم خبز بالزيتون. نبقاو هنا في الجزائر. خبز لا يديروه الايطاليين يديروه المغاربه، يعني جوله مفتوحه اليوم. اللي حبيتوا تروحوا روحوا. اذا عندنا خبز بالزيتون، زيتون اسود ماشي زيتون اخضر، وراح يكون عندنا غراتان تاع البسباس. الله، بالبسباس والدجاج ولي شامبينيون. اخترتي طبق خفيف كطبق رئيس، والخبز ما عرفش اذا كان راح يكون صعيب على السيدات ولا لا حاجه سهله. انا دائما نجيب لهم وصفه سهله وخفيفه وما فيهاش مكونات كثيره. واش هي المقادير اللي راح نعتمدوها في الطبق الاول اللي راح تحضريه؟ اذا الخبز راح نحتاجه ان شاء الله 500 او 600 غرام فرينه، او يتحب دير كيلو على حسب افراد العائله. انا هنا نعطيكم 500. دائما نحضر الخميره تاعي باش يجينا الخبز خفيف. الخميره عندي هنا ملعقه تاع خميره، ملعقه تاع سكر، وملعقه تاع فرينه. نحلهم بشويه ما كيما نقولوا بالعاميه، نديرهم شويه ما ونديرهم من قبل حوالي 4 ساعه 20 دقيقه. يعني هذه هي الخطوه الاولى. نعم، هي دير البنابن كيما راكم تشوفوا. هكذا الخميره تتغذى من السكر ومن الفرينه وتتفاعل. نعم، وتكون نشطه، تكون نشطه وتتفاعل. راكم تشوفوا فيها طلعت. اذا قلت لكم مغرفه سكر، مغرفه خميره، ومغرفه فرينه. لهنا ولهنا عندي الطل تاع الفرينه، وعندي الملح، وعندي 5 مغارف زيت الزيتون. احنا عجنوا العجينه عادي كما نقولوا باتابا، كما قلت لكم اللي هي القاعده او لا باز تاع الخبز. من بعد اللي يخمر الخبز راح ندير شويه زيت زيتون، فيه شويه ثوم غابي، وندير فيه شويه زعتر نحكو مليح، وندير فيه الزيتون الاسود اللي نحيت له النواه وقطعته. هذا كامل داخل العجينه؟ نعم، بعد اللي تخمر. بعد اللي تخمر نخلط الزيت زيتون والثوم والزيتون والزعتر وندخلهم في هذيك العجينه. نفاصونيها كيما تحب السيده، تحب ديرها كويرات صغيره، تحب ديرها خبزه كبيره، تحب ديرها دي باغيت. نزيد نخليها تخمر مره ثانيه وندخلوها الطب. وبعد ما طيب تزينيها ولا ما تزينيهاش؟ نحبوا ندهنوها بالزيت زيتون لا اكثر. اوكي. لانه يجي هذاك الزيتون باين وفيها الزعتر باين. واللون راني نظن انه راح يتبدل لون العجينه مع درك تشوف مع الزيتون. تواجد الزيتون. نعم، صح؟ يولي بني شويه. اوكي، اذا ان شاء الله تكونوا حبيتوا الخبز تاع اليوم. عليكم الا انكم تبقاو متابعين الخطوات رفقه مخرجنا حكيم.